قناة السويس الجديدة هي بالفعل حلم تحقق في عام واحد، وإنجاز يحسب للمصريين، وهي فخر لكل من شارك فيها. لكن يبقى الأهم، وهو تنفيذ مشروعات محور إقليم قناة السويس التي ترشح مصر بقوة لتكون المنطقة الأهم في خريطة الملاحة العالمية، بشرط أن يتم تنفيذ تلك المشروعات التي أعلن عنها الرئيس السيسي والتزمت بها الحكومة، والتي شملها المخطط العام لتنمية محور القناة بنفس الدقة والإنجاز التي تم بها حفر القناة الجديدة، وأن تتخلى الحكومة عن البيروقراطية التي نعاني منها من سنوات طويلة، وتفتح الباب لاستثمارات حقيقية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، لتعود مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية. إلى اللقاء.